يأخذ الذكاء الاصطناعي موقعاً أساسياً في خطوط الدفاع في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ولحساسية المرحلة ومنعاً لانتشاره، وظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة الفيروس التاجي في اختبار كبير للتكنولوجيا المستقبلية والتي من الممكن أن تمنع الأوبئة. مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخلت حيز التنفيذ: تشخيص لاكتشاف ومراقبة الفيروس عبر الأشعة المقطعية، تصميم روبوتات لاستخدامها في مواجهة الفيروس، استخدام طائرات بدون طيار للقيام بدوريات في الأماكن العامة ورش المطهر، محاولات اكتشاف عقار عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، استخدام تقنيات للتعرف على الوجوه واكتشاف الأفراد الذين لديهم درجات حرارة مرتفعة، تصميم روبوتات الدردشة لتزويد المسافرين بأحدث التحديثات الموثوقة حول انتشار كوفيد-19 وذلك حول الفيروس، وتطبيقات أخرى تبتكر في ظل تهافت العالم لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الكورونا، فهي من شأنها أن تحد من انتشاره استعانة بالرعاية الصحية اللازمة. شكراً لكم، ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت.